ارجع تاني، عندنا منتخب اولمبي جيد جدا، عندنا منتخب اولمبي رائع، عندنا ثلاث لاعبين قد ينضموا، ثلاث لاعبين قد ينضموا لقائمه المنتخب الاولمبي خلال الفتره القادمه. وبالمناسبه هو ده لا ولا حقي ولا حقك ولا حق حضرتك ولا حق اي حد من الناس اللي موجوده، الوحيد اللي هيختار الثلاثه اذا كان يريد ثلاثه من اللاعبين الكبار اللي فوق السن هو الوحيد كابتن شوقي غريب وجهازه الفني. هو اللي هيقول انا عايز اسلام ومحمد وعلي. حضراتكم تقولوا اراء، اللي عايز يقول رايه يقوله. خدوا بال حضراتكم مثلا، يعني في راي بيقول لك ايه لازم ناخد محمد صلاح، في راي تاني بيقول لا محمد صلاح مش محتاج ان هو يروح الاولمبياد، احنا محتاجين نودي لعيب اخر واحد زي مصطفى محمد يروح الاولمبياد. اهو في ناس كده، ما هو مصطفى محمد كده كده هيروح الاولمبياد، ولكن واحد زي مثلا لاعب من اللاعبين تريزيجيه، في ناس بتتكلم على محمد صلاح وتريزيجيه ان هم يروحوا، وعلى حجازي، في ناس تانية او اراء اخرى تقول لك ان هذا الثلاثي مش محتاج ان هو يروح دوره الالعاب الاولمبيه. فبالتالي كل واحد يقول رايه، طبعا احنا ما بنحجرش على راي حد، ولكن الجهاز الفني له الحق الاول والاخير في اختيار الثلاث لاعبين اللي ده كمان سنه او كمان يعني اقل من سنه شويه، في شهر 7 اللي جاي 7 2020، يعني لسه قدامنا 8 9 شهور. يا عالم ايه اللي هيحصل في السبع 8 9 شهور دول؟ محدش عارف. لكن السوشيال ميديا كلها كانت امبارح ما بتتكلمش على المنتخب الاولمبي، ولكن بتتكلم على الثلاث لاعبين اللي هينضموا للمنتخب الاولمبي. اتقلبت بقى ايه؟ ميول وجماهيريه وتعصب وانديه. يا جماعه احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم عن المنتخب الوطني المصري. المنتخب الوطني المصري، اهلي، زمالك، اتحاد، اسماعيلي، اولمبي، اي حاجه، هو المنتخب الوطني المصري. مش اي منتخب تاني. فعمرنا ما بنتكلم على ان اللاعب ده بيلعب في النادي الاهلي ولا اللاعب ده بيلعب في نادي الزمالك ولا اللاعب ده بيلعب خالص. ف خلينا نركز مع المنتخب، خلينا نفرح مع منتخبنا، خلينا نتبسط مع منتخبنا، وبعد كده يعني لسه عندنا مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، ربنا يكرمنا في المباراه القادمه وتكون واحده من المباريات او البطولات المهمه جدا جدا في تاريخ اللاعبين اللي هيلعبوا هذه البطوله. بمناسبه الحفل الختامي للبطوله، اعلنت شركه برزنتيشن عن ان تامر حسني، النجم تامر حسني، سيكون متواجدا في حفل الختام، في حفل ختام بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. متاكدين ان هيبقى فيه 70-80 الف متفرج ان شاء الله، على حسب الساعه الرسميه اللي هيقررها الامن خلال الفترات القادمه، ونحقق رقم قياسي جديد. يعني هو قال لك ان الرقم القياسي القديم اللي هو 70 الف، لا احنا ممكن بقى لو في 71 الف يبقى رقم قياسي جديد. فبالتالي